السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه learnit dot AI فيه أدوات كتير جدا، أكتر من 50 أداة مخصصين لمجال التعليم والتعلم والتدريب والبحث العلمي في مجالات كتير جدا. ممكن يكتب لك المقالات الأكاديمية بشكل علمي ومنظم، يكتب لك الملخصات، يشرح لك المفاهيم الصعبة، زي ما بدل ما تدخل على شات جي بي تي وتقول له مثلا خد القطعة دي واشرحها لي أو كذا، لا هو يسهل عليك الموضوع ده، هيديك واجهة سهلة التعامل، تقدر إن أنت تستخدمها بشكل حلو أوي عشان تعمل الأبحاث بتاعتك. يقدر يساعدك يعمل لك أفكار الألعاب التعليمية، ممكن يعمل لك أسئلة ولها أكتر من اختيار بحيث اختيار متعدد، يعمل لك تدقيق للنصوص، يشيل لك الأخطاء اللغوية والإملائية، يعمل لك تقويمات، يعمل لك عناوين، يعمل لك إعلانات، في حاجات كتير جدا تقدر إن أنت تجربه. ممكن تقول له ستارت جنريشن ويساعدك في كتابة المحتوى. فيها تولز كتيرة جدا بتشتغل بالذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف. ممكن تقول مثلا الترناتيف جوب تايتل، عايز تعمل لي مثلا كيس ستادي عن اي موضوع انا عايزه، عايزك تعمل لي ديزاين كورس، عايزك تعمل لي ايميل جنريتور، تكتب لي ايميل. وكل واحدة منهم سهلة جدا، مجرد بس تكتب العنوان الرئيسي وكده هو يبدأ يعمل لك الكيس ستادي. ايه الموضوع؟ مثلا محل سوبر ماركت، يبدأ يعمل لك الدراسة بتاعة المشروع. مثلا سوبر ماركت، الأهداف بتاعتك، عايز كام اوبشن. كل ما بتديله معلومات أكتر، مثلا تقول له سوبر ماركت شكله كذا في مدينة كذا، كل ما يكون البحث اللي هيعمله لك دقيق، ممكن يقول لك لأ في المكان ده مش هيكون مناسب، تمام، وهكذا. ف تحور معايا، يعني ابدأ ان انت تاخد من المعلومة وتدي له قصادها شوية معلومة يديك افضل نتيجة. فجاب لك هو الحاجات الخاصة بالسوبر ماركت وهكذا. فسهل جدا في الاستخدام ومفيد وادوات كتيرة، والواجهة بتاعته سهل جدا في التعامل، هيوفر لك الوقت. وفي تقريبا 65 أداة بالذكاء الاصطناعي، في ادوات خاصه بالديزاين، هيت في حاجات خاصه بالتيتشنج التعليم، في حاجات خاصه بالاسسمنت، في حاجات خاصة بالفوليشن، في حاجات خاصة بالسبورت بالبروميشن وهكذا. فإن شاء الله يكون الموقع مفيد وتستفاد منه إن شاء الله.